مرحبا مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا في فقرة الاتيكيت. ويعتبر التسوق حاجة يومية لا غنى عنها، لكنه بالنسبة للنساء هواية تساعدهم على كسر الملل والروتين، وهو في كلتا الحالتين يعبر عن شخصية المتسوق ولياقته في التعامل مع الآخرين. لذا لابد من التزام قواعد الإتيكيت أثناء التسوق تجنبا للتعرض للمواقف المحرجة. وبنتحدث أكثر إن شاء الله تعالى مشاهدين الكرام حول التسوق، وخاصة يعني بين قوسين تسوق النساء. نرحب بالدكتور شافع النيادي، مدرب تنمية بشرية. صباح الخير دكتور. أسعد الله صباحكم. حياك الله. الله يخليك. الله يبارك فيك. أنت مرة من بداية قصرت على تسوق النساء أكثر شيء. على طول مرة من البداية. يعني مشهورين النساء أكثر شيء بالله، إن شاء الله ما يزعلون علينا. لا لا بالعكس، نحب هالأمور هذه. أكيد. متكلم عن الإتيكيت وأهمية الإتيكيت اليوم وتوظيف الإتيكيت في الكثير من المجالات. اليوم نتكلم عن أهمية توظيف الإتيكيت في مسألة التسوق، وخاصة يعني مثل ما ذكر زميلي جمال أن التسوق عبارة بالنسبة للنساء عبارة عن هواية، ممكن من خلال التسوق أكيد يكسرون الروتين والملل. لكن لو نتكلم أهمية توظيف الاتيكيت ونبدأ عامة بشكل عام في مسألة التسوق. نحن نعرف الاتيكيت معناته ذوقيات التعامل مع الآخرين. فهي أنا التسوق يعني معناته أنا أتعامل مع مجموعة من الأشخاص الموجودين، سواء البائعة سواء الموجودين في المولات أو الأسواق. فهو مسألة احترام وتقدير للآخر. أنا كيف أقدر أجذب هذا الشخصية وكيف أنا أتعامل معاه بحيث أنه بذوق واحترام وتقدير. لو أنا يعني لو أقول والله شو أهمية الاتيكيت أو غير مهم، أنا بمعناته يكون بمعنى بأسلوب يعني فيه تعدي على حقوق الآخرين، بأسلوب فيه تعدي على ممتلكاتهم، تعدي على أشياء كثيرة. فبمسألة الاتيكيت أنا أحط حدود الطرفين يرتاحون. يعني ما معناته الاتيكيت انه متعب للشخص اللي طبقه ومريح للطرف الثاني، الا بالعكس، هو يحفظ حقوقي ويعطيني كذلك في هذه الواجبات. فليس بالامر الثانوي، يعني هو ذوق، هو احترام. هو اخلاق للطرف الاخر فيها. نعم. في اشخاص دكتور مثلا خلينا نتكلم عن التسوق داخل المولات. المول اكيد هناك في قواعد كثيره داخل المول، يعني الاقتداء بهذه القوانين. قد يكون متسوق مثلا عند شال اغراض وداخل المحل وعنده اكل قاعد ياكل ويبغى يتسوق، ويعني واكيد بيشوف هذا القميص او بيشوف القميص الثاني او والاكل في ذيه وكذا، يعني الاتيكيت والتصرف اللائق في هذا هو اساسا المفروض. حتى لو نرجع حق احب اربط بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم في مساله الاكل. وانت واقف والاكل وانت تمشي. حتى الناس ينظرك نظره اشمئزاز. صحيح. لا يفتكر على البعض انه والله بيس اكل، البعض المعظم واللي نحن ناخذها المعظم انك تخيل وضع انه واحد جالس يمشي والاكل والسندويتشات في ايده مثلا الايس كريم وكذا ويمشي في المولات، اولا يوسخ الارضيه ويتعدى حتى على المحل. يعني اقول احيانا واحد في بيته وياسي يعني داخل في اماكن غير المخصصه فهو تعدى على المحل. صحيح. ومثل ما قلت احيانا اتوسخ او اوسخ في بعض البضائع والثياب. صحيح. او ما شابه ذلك. فهو انا كيف اقدر اتعامل مع هذا الاكل بحيث انه احط الوقت معين وانا ايش له، وخاصه ما في المولات موجود اماكن المطاعم. نعم. فليش انا اساسا ايش الاكلي واجلس امشي بالاسواق واجذب اشد انتباه الاخرين؟ فهذا اساسا ليس من الذوقيات. كثير بعض الاشخاص عندهم نوع كذي غريب، يعني انا المستعجل ياخذ الكوفي ماله من الكوفي يدخل المحل ويشوف المحل ويشرب الكوفي بحجه انه ما عنده وقت، وخاصة إذا لو نساء بعد يرجع ينازع الكوفي وين الكوفي. لكن في بعض المحلات دكتور شافع هم يرفضون من البداية أن الشخص يدخل أو معاه كوفي أو معاه مثلا قهوة أو حتى معاه أكل معين يأكله تجنبا للإحراج. لكن بالنسبة نتكلم طبعا بالنسبة لدائما يوم ندخل أي مركز من مراكز التسوق نشوف هناك في أشخاص يوزعون بعض العينات. نعم. مثل العطور وغيرها، كيف ممكن نحن كأشخاص نتعامل معاهم؟ يعني هذه الأشخاص ممكن يأذوننا يحرجوننا، فعادي يشوفها مثلا ساعة أنت رايح راد ويكلمك تعال جرب وشي، إذا أنت ما عندك وقت كيف ممكن تتعامل معه؟ أنا أولا بابتسامة وأسلوب راقي بحيث أن إشارة يدي بأني أنا مستعجل. نعم. أو بعدم رد بأسلوب بحيث أن يكون فيه إهانة للطرف الآخر. أنا مهما كان يعني في عروض ويونك خاصة العطورات وبعض الأشياء وبعض مسألة الأكل، فأنا هو هذا الشخص يمكن يكون مزعج حاليا، بس أنا مفروض يكون ردي له
باسلوب فيه نوع من الاحترام، لان بعد هو وظيفته، وهو قد يكون ملزم بانه ينشر هذه البضاعه، فما من حقي ان ممكن اهينه او اجرحه او اغلط عليه بنقطه هاي. ما اتوقع انه لو رديت عليه وقلت له ممكن عنده حساسيه من العطورات، ممكن هذه الاكلات السويدات ما اكلها، ممكن يعني باسلوب ابتسامه وبتاشير باليد بس بدون ما اني انا اصارخ. البعض ممكن ينفر عليه بيته وممكن ينظر له نظره اشمئزاز واحتقار، هذه هي وظيفته. فلا بد من باب الذوق والاحترام اني انا اكون ردي له باخلاص. احنا قلنا الاتيكيت ذوق احترام الطرف الاخر، ما اجرح مشاعره ولا اجرح حتى، بحيث اني انا كذلك لا اهين في مساله مشاعر له، فردي له بشكل ابتسامه مبسطه واكمل طريقي. انا غير مكلف اني اوقف معه واحقق معه وانت 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 وانت، هذا طريق وماشي وهو يباشر عمله وانا ماشي طريقي. صحيح. في محلات التسوق هناك في غرف تبديل الملابس موجودة، يعني الطريقة اللائقة أن في ناس ما شاء الله تشل درازل من الملابس وتروح ده غرفة القياس، قياس الغرف هذه، ويبدل على راحته ويعق الملابس هذا ويطلع، يعني ما ادري شو رايك دكتور. اولا لبعض البعض شو يسوي، يحجز القاعه يحجز الغرفه يروح ينبي وحاط ولده ولا حاط حد يحجزها كانه يعني اشتراها. فهو اساسا مفروض حتى انا في الملابس، انا اولا لو استخدمت الملابس يعني من باب اني ارتبها وانظمها وارجع، وبعدين ما مثل ما قلت اجيب لي سله كامله واخذ داخلي ابدل ملابس واغير، لا، عدد معين ومحدد انا اقيس هذه الملابس. وثانيا بعد ما انا استخدمها المفروض ما ارميها على الارض، ليس من الذوقيات. لان هذا الموظف اللي بيرجع عنده، لو كل نرجع لو كل كل زبون يي ورمى شو بتكون هذا. وثانيا حتى كاتساخ ومنظر انت كذوقيات وكاتيكيت اني انا البس ملابسي وارميها في الارض، يعني ما من ذوقيات الموضوع هذا. وثانيا ما انا احجز الغرفه ويجلس واحط مثلا بعضهم يحط ولده يلا صبر بس يجيب ماشي احجز، لا انا استخدمت الغرفه هاي اطلع عندي بضاعه ثانيه في غيري ينتظر. صحيح. فشو ذنب الغير اللي موجود انه اعادي لها ترتيب لها؟ من الافضل ممكن اعادي هذه البضاعه للمكان. بس إذا أنا من ذوقيات كشيء وسط أني أرتبها وأضعها في مكانها، يا أما معلقة يا أما أرتبها وأضعها على طاولة أكيد لها مكان محدد في هذه النقطة، بس بدون الرمي بدون الشكل. يعني البعض حتى لا، البعض يأكل داخل الغرفة، والبعض يعني اللي يهبط الغرفة مرمي أكياس وتكرمون زبالة وتكرمون، يعني نحن قلنا في بدايه الكيت مراعاه الاخرين واحترام الاخرين. انا شو بيكون الزبون او قصدي المعامل كيف بيكون وضعه انت هابط هذه الغرفه، لا هو كاتيكيت او في البدايه او كذلك حتى في ديننا ما بيكون من باب الذوقيات فيها. نعم دكتور شافع، بالنسبه لاصطحاب الاطفال الى مراكز التسوق، كيف ممكن نحن نتعامل مع الاطفال ونعلمهم بطريقه يعني تناسب افكارهم او عقليتهم، انهم كيف يتصرفون ويتعاملون مع الناس في الاماكن العامه في مراكز التسوق بشكل خاص؟ طبعا الاطفال، انا اتوقع المحلات اكثر شيء يشكون من الاطفال، واعتقد لما يجي الام ولا الاب وياي ومعاه اطفال يقول الله يعيننا عليهم. فهي انا اساسا المفروض هم الاطفال نحن نقول عليهم عجينه وانا اشكلهم كيف ما ابغى. انا قبل ما اطلع من البيت احط شروط ما بيني وبين اطفالي، بحيث اني اول حتى ممكن والله يشوف العاب اريدها، ممكن اقول انا دخلت هذا البيت او دخلت اقصد هذا المحل اني عدم لمس الملابس، عدم الاكل داخل. بعضهم ما شاء الله عليهم تحسنهم، خاصة لو كانت القاعة الأرضية ما شاء الله نظيفة يزلجون عليه. فلا بد أني أنا أحط، لأن هذا راعي المحل نحن نكون، لو كل واحد في بيته وعنده أثاث وعندك أشياء قيمة داخل هذا البيت. تشوف اللي جاي من الإيران ويلعبون داخل البيت يدك على قلبك، يمكن ينكسر يمكن يمكن. ونفس الوقت بعد شو يصير أنهم يطفرون بالزباين اللي موجودين، يعني حد موجود يمكن جاي بيشتري ويسمع الإزعاج ويسمع عن حشرة الأطفال، فشو يسوي؟ ممكن يطلع. فشو بيصير؟ صاحب المحل بينزعج. فأنا من بدايتي المفروض شروطي مع أبنائي، وهذا المفروض أي واحد في العلاقات مع أبنائه، أن نروح المحل نروح كذا كذا، واحد اثنين ثلاثة، لا تلمس، لا تلعب، لا تصارخ. ممكن يعني أنا لو حتى ما بقول والله يمكن الابن ما ينفذ 100%، بس على الأقل ينفذ 80%. صحيح. ينفذ لي 70%. أما أن أساسا يهبط المحل وكأن المحل ضاع للألعاب، فهي أساسا يعني تعدي على صاحب المحل وتعدي حتى على الزبائن اللي يكونون موجودين فيهم. صحيح. في أوقات دكتور يعني مثلا عند بوابات المحلات
أو في ممر المول مثلا، يمكن قد يكون الممر هذا شوي ضيق، فتصير مثلا لقاءات مثلا صديق ما شفته من فترة، خاصة إذا كان مجموعة شباب يعني، فيكفون عند مداخل هذه أو يكفون في نص الممر، فيصير حراجات مثلا النساء يبون يمرون مثلا أو شغلة من هذا القبيل. كيف تصرفون في هذه؟ شفنا ربنا شو نسوي؟ هو حتى نحن لو نرجع حق سيدنا صلى الله عليه وسلم أعطانا حقوق الطريق. فأنا مبدأي وجودي في الطريق وقت معين. أنا الشخص ممكن قد يطيل معي أو كذا، أحاول أختصر وأحاول أختصر المحادثة. يعني مو بيلس ممكن البعضهم يطيبون جلسة على المول على طريقة مثل ما قلت أنت إزعاج للآخرين. فلو نحن دائما هي قاعدة لو نحن حطيناها ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، فأكيد أنا هل وجودي في مكان ضيق وأن الناس مارين ورايحين ولا والبعض ياس يضحك بصوت عالي والبعض ياس يعلق فهي أساسا ليس من باب قبل الذوقيات اللي تجت ليس من باب الاحترام للطرقات واحترام لعاداتنا واحترام لديننا وأخلاقنا في النقطة. فأنا تعاملي مع هذا الشخص حتى لوقت معين ما أجلس أماطل معاه. نحن يا مع بعض الأشخاص لما يشوف واحد يريد يتهرب منه يبلم يتحجه وحجه صحيح. ليش لما يجلس في المول والله يقول أنا ما أقدر كيف أتهرب منه؟ بيقدر يتهرب منه بأسلوب لبق، أنا والله عندي العيال ممكن استأذن، أنا والله حاليا كذا كذا، فيجيب بعض الحجج بحيث أنه ينهي المحادثة وينهي. أنا ما أقول أن ما نسلم على الطلقات وما نسلم، بس وضع وقت محدد بدون ما يتعدى على الخير حتى شكليا، وممكن حتى صاحب المول او ممكن اواقف في مكان عند محل والمحل هذا متضايق، الناس تبى تدخل، النساء تبى تدخل محل بس متجمعين شباب هناك، فانا صرت قطعت رزق هذا الشخصيه. وفي نفس الوقت اشخاص يبون ينتقلون من مكان لمكان، وانا كل واحد لو صايرين تجمعات في كل تجمعات فشو صارت كعقبه وعائق للتسوق. فلا بد اني انا تعاملي للشخص الثاني اذا بتعامل ما اقدر، بس انا كنفسيا كشخصيا اني احط وقت معين واتعامل مع هذا الشخص باسلوب لبق. نحن قلنا في البدايه ما اقول له والله كذا كذا، لا، وهذا موجود وصلى الله عليه وسلم، اسلوب لبق واحترام وتقدير، اقدر اتحجج اقدر اعتذر يا اخي بقول انا صعب يعني موقفنا بحلو يرسين الناس الطالعنا، فقالك لا يجلس لا في الحاله هاي بروح انا وخليه. بالنسبه دكتور شافع طبعا كثير من المواقف نشوفها في مراكز التسوق، اما بالنسبه لمراكز او المحلات التجاريه اللي تكون خارج محلات التسوق دائما نشوف مواقف كثيره منها المفاصله حول اسعار السلع او مثل ما نقول يعني نكاسر البائع، فهل فهل هذه الطريقه تعتبر طريقه لائقه بالنسبه للتعامل مع البائع نفسه؟ هم بعضهم عندهم هواية وتخصص هالشيء، يمكن ما يبي يشتري بس هواية وتحدي ينزل أقل سعر وممكن صاحب المحل يعطيه يقول روح عندي بسرعة. فهي المجادلة يعني ممكن شيء وقت فترة معينة وشيء معين، بس أن أجلس مع الإنسان هذا ويجلس مجادل، وخاصة عند بعض الأخوة يعني يتناوب إذا خاصة كزوج وزوج يتناوبون هذا صحيح. كل مرة لما يتعب هذا يردون يعني صحيح. فأنا أعطي وقت معين لهذا الشخص وأجادل شيء معين محدد، أنا ما أقول والله أعطاني السعر وأقول أقول له كذا وممكن، وبعدين أعطي سعر اللي أنا موجود فيه وهو يعطيني السعر يا أخي، ما مثل ما يقولوا ما بين البائع والمشتري فتح الله نعم. فأنا عيبني، أما أن أجلس وأجادل والبعضهم يعني البعض ياخذون كأنهم رايح السوق كأنه رايح يعني خلاص يوم فاضي، بس شو حقه يبحث من محل لمحل لمحل وكل محل ممكن مجادلة ما يقارب نص ساعة صح. فآخر شيء ممكن يطلعون ما شارين شيء صح. فأنا حدودي احترامي لهذا الإنسان أضع له سعر معين، أعجبني السعر كذا كان بها، هو بإمكاني أنا أقول له والله أعطاني كم آخر ممكن كذا مرة مرتين وخلاص ما عجبه صحيح. موجود أطلع نعم. أما أني أجلس وجادل وبعضهم يسوي صارخون وياه وينازعون معاه يعني ليش، ويجلب ذاك المحل فوق تحت يعني المحل يمكن وهذاك صاحب المحل يريد يعطيه بلاش يقول روح عني. ف وبعد حتى لو الإناث أنا أرى حتى مسألة الإناث يعني مسألة مجادلتها مع الرجل بشكل كبير يعني كامرأة لت احترامت للتقديرت للذوقت، أما أني أجلس مع شخص يعني بعض الأخوات يجلس يعني مع هذا الشخص كأنه قريب لها من كثر المجادل وتعليق وكذا وكذا وكذا، ليش أريد يخفض. فأنت ككيانت وكاحترامت للتقدير للكيانات احترامت، أنا ما أقول الرجل كذلك له المجادل ويجادل هذا الشخص، بس المرأة بعد كذلك المفروض لها
صلاحياته وحدوده ما بينه وما بين الذكر. ممكن كأنثى وأنثى فترة معينة وأنا وناقشة، حتى بعض الأشخاص وبعض الشباب كرجال يجلس كبائعات ويجلس نفس الشيء مجال. أنت كذكر وهي كمرأة، يعني لابد نحن احترام الجنسين فيما بينهم، ونفس الوقت لابد أني أنا أضع وقت معين ومحدد أحط هذا السعر. أما أني أجلس طول الوقت وأجادل ليس من الذوق يعني. نعم دكتور شافع يعطيك العافية. يعطيك العافية وإحنا شاكرين لك على قدومك وعلى هاي المعلومات القيمة. دائما الكلام النقاش الجميل ينتهي بسرعة، الوقت داركنا بسرعة. الله يخليك، لكن إن شاء الله بتكون اللقاءات قادمة في حلقات قادمة إن شاء الله. للشرف أشكركم على الاستضافة، جزاكم الله خير. الله يسلمك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام طبعا كل الشكر والتقدير للدكتور شافع النيادي، طبعا يعني خبير وأيضا مدرب في التنمية البشرية، على هذه المعلومات. نطلع لفاصل سريع مشاهدينا الكرام ولنا عودة إن شاء الله.